تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي والبناء على هذا التقدم في سوريا أحد أهم المحاور التي تناولها اجتماع واشنطن لدول التحالف الدولي الذي تناول خطة العمل في المرحلة المقبلة والتي تقوم على أساس توفير الاحتياجات الفورية للعائدين وتدريب الشرطة وتنفيذ برامج تشغيل وإزالة الألغام. وأعلن المبعوث الأمريكي عن تنظيم الكويت لمؤتمر لإعادة إعمار العراق ودعا الأطراف الدولية للمساهمة في هذه العملية. الكويت وهي عضو في التحالف الدولي سوف تستضيف مؤتمرا العام القادم من أجل إعادة إعمار العراق، ونرحب كذلك بالانفتاح بين السعودية والعراق وكل الجهود التي تستهدف الاستقرار بعد العمليات العسكرية. المبعوث الأمريكي تطرق إلى الوضع السوري ووصفه بالمعقد وأشاد بقوة سوريا الديمقراطية وما حققته من نجاحات على الأرض من أجل تحرير الرقة، وقال إن الأطراف كافة يمكنها المشاركة في الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو وعمان، وأشاد بجهود الإمارات والسعودية في مكافحة الفكر المتطرف الذي هو أهم أهداف المرحلة المقبلة. حددنا قائمة تضم 18,000 منتم لداعش الإرهابي حول العالم، ونعمل كذلك مع الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وتويتر وفيسبوك، وذلك من أجل تعزيز قدرات إزالة دعايا داعش على الإنترنت. وقد انتهى الاجتماع الدولي في واشنطن بالإعلان أيضا عن قائمة بالمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في مختلف أنحاء العالم، وتشمل نحو 18 اسما، حتى يتسنى للسلطات في الدول كافة تعقب هؤلاء والقبض عليهم أو قتلهم. إشادة دولية وأمريكية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في جهودهما من أجل مكافحة التطرف والإرهاب. هذا الاجتماع يأتي وسط نجاحات حققها التحالف على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل والآن في الرقة، والنظر الآن للمستقبل في مرحلة ما بعد داعش. خالد خيري.